بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، عندنا الدرس ديال الرباعيات الخاصة، عند الخاص بالأولى إعدادي. إذا عندنا التمرين 3، ندير التصحيح ديال التمرين 3 صفحة 227. التمرين شنو كيقول؟ أنشئ مستطيلا أ بي سي دي بحيث أ سي كتساوي 6 سنتيمتر. أنشئ أو مركز مستطيل أ بي سي دي. ثانيا، حدد طبيعة المثلث بي أو سي. إذا هنا السؤال الأول، ملي ننشئ مستطيل أ بي سي دي، لاحظ بأن أ بي سي دي بحيث أ سي كتساوي 6 سنتيمتر. إذا أول ملاحظة درتو على بالي هنا بأن أ سي شنو كتمثل عندنا في المستطيل، فهي كتمثل القطر. إذا أول حاجة غنرسمو القطر أ سي. إذا 6 سنتيمتر عندنا أ سي. أ سي فهو كيمثل عندنا القطر. إذا عندنا أ بي سي دي، لأن ترتيب ديال هاد الرؤوس في المستطيل أو في متوازي الأضلاع فهو مهم. إذا أ بي سي دي، أ بي عاد سي عاد دي. إذا أ سي فهو كيمثل عندنا القطر. إذا هنا باش نرسمو المستطيل طريقة سهلة، إذا غنحاولو نرسمو واحد الزاوية قائمة. مثلا ناخدو هاد القياس، إذا عندي عندنا زاوية قائمة غيمر عندنا هنا. غادي نجي نرسمو، نستعمل الكوس. إذا هنا عندنا النقطة مثلا بي دان أ بي سي، ثم نكملو باستعمال البيكار لأن مستطيل هو متوازي الأضلاع له زاوية قائمة. إذا عندنا زاوية قائمة خاصني باش نحافظو على معطي ديالنا. إذا نجي نقطة سي، نرسمو القوس الأول، ثم غادي ناخد المسافة بي سي ونجيو للنقطة أ ونرسمو، ومن بعد غتعطينا المستطيل هو هذا. إذا هذا هو المستطيل المطلوب منا. عندنا النقطة دي. إذا عندنا أ بي سي دي مستطيل. إذا أ بي سي دي مستطيل. السي فهو القطر كيساوي 6 سنتيمتر. السؤال الأول، أنشئ مركز أ بي سي دي. مركز متوازي المستطيل هو نقطة تقاطع القطر. إذا السي مع بي دي، إذا هما نرسمو القطر بي دي والنقطة فين كيتقاطعو عندنا هي النقطة أو. هاد المسافة لأن المنتصف ديال القطران والقطران في المستطيل فهما كيكونو متقايسين. السؤال الثاني، طبيعة المثلث بي او سي. اذا لاخدينا بي او سي شنو هي الطبيعه ديال هذا المثلث، فهو مثلث متساوي الساقين في الراس. علاش؟ لان لاخدينا او بي فهي كتساوي او سي، لان القطران في المستطيل فهما كيكونوا متقايسين. لدينا ا بي سي دي مستطيل، لدينا ا بي سي دي مستطيل، ونعلم ان قطر المستطيل متقايسان، يعني أن المسافة أ سي كتساوي المسافة بي دي. و أو مركز المستطيل أ بي سي دي، يعني أن أو منتصف أ سي و بي دي. إذن ومنتصف أ سي و بي دي، إذن إذا خدينا المسافة أو أ ولا أ أو تساوي، إذا خدينا المسافة أ تساوي أو سي و مسافة بي أو فهي كتساوي بي دي، وهذه كتساوي أ سي على 2 وهذه كتساوي بي دي على 2. إذا كتساوي نصف المسافة على 2. بما أن أ سي كيساوي بي دي فإن أو سي كيساوي أو بي، ومنه المثلث أو بي سي متساوي ساقين في الرأس أو. إذا إلا خدينا أو فهي المنتصف ديال القطعة سي، يعني بأن أو أ تساوي أو سي كتساوي سي مقسوم على 2، و أو منتصف القطعة بي دي يعني أو بي تساوي أو دي كتساوي بي دي على 2، و أ سي كتساوي بي دي لأن القطران في المستطيل متقايسين.
إذا عندنا أو سي تساوي أو بي، بالتالي المثلث بي أو سي فهو متساوي الساقين في الرأس أو.